مسلسل الراكون هو مسلسل يوسف الشريف في رمضان 2024. اعمل لنا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة وفعل جرس التنبيهات عشان كل جديد يجيلك أول بأول، وصلي على النبي ويلا بينا نعرف تفاصيل المسلسل. أعلنت الكاتبة إنجي علاء وهي زوجة يوسف الشريف عن مسلسل يوسف الشريف الجديد واللي هيكون بعنوان الراكون واللي هيخوض بيه السباق الرمضاني 2024، والمسلسل هيكون من تأليف إنجي علاء ومن إخراج محمد العدل. ومسلسل الراكون هو بيرجع بيه يوسف الشريف تاني للدراما التلفزيونية بعد غياب سنتين عن شاشة التلفزيون، وآخر مسلسل كان قدمه يوسف الشريف هو مسلسل كوفيد 25 اللي حقق نجاح جماهيري كبير جدا وقتها، واللي كان بيتكلم عن تطور جائحة كورونا. أما بالنسبة بقى لمسلسل الراكون، فأعلنت إنجي علاء عن البوستر الرسمي للمسلسل ده، واللي من الواضح كده إن هو هيكون مسلسل قوي جدا كعادة مسلسلات يوسف الشريف، والمسلسل ده هيميل للطابع الفانتازي شوية أو الخيالي اللي احنا اعتدنا عليه من يوسف الشريف دايما. وظهر يوسف الشريف في بوستر المسلسل زي ما انتوا شايفين وهو حاطط إيده على وشه ولابس زي أسود في أسود. طبعا من الواضح ان المسلسل هيكون مسلسل قوي جدا، لان يوسف الشريف دايما بيختار ورق مسلسلاته بعناية شديدة جدا، ومنتظرين مسلسل قوي من يوسف الشريف كالعادة في رمضان 2024، وان شاء الله في خلال الفترة الجاية ديت هيظهر ابطال المسلسل ده، وهنطلع نعمل لكم عنه حلقة هنا على قناتكم قعدة سين. عشان كده ما تنساش اللايك والسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات، ودلوقتي سلام.